ربما تقول أنا أحبك أو اشتقت لك في كل وقت، وأحياناً تقول أنا أكرهك، ولكن متى كانت آخر مرة قلت فيها أنا أثق بك؟ تتوقع الحكومات والشركات أن نثق بهم كل يوم. ربما تكون هذه كلمة صغيرة ولكن لها معان كبيرة. أنا أعلم أنني سأكون آمناً، أنا أعلم أن هذا سوف يكون طعاماً جيداً، أنا أعلم أن أموالي في أمان. عندما نتعامل مع شخص وجهاً لوجه فإننا نعلم ما هي الثقة. إنها المصافحة، إنها المحادثة، إنها السمعة. ولكن ما الذي يجعلنا نثق بالشركات على الإنترنت عندما نقوم بتسليم تفاصيل بطاقة الائتمان، عندما نخبر غرباء عن عنواننا، عندما نلتزم بعقد شديد التعقيد؟ بينما يتزايد انتشار الاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء العالم، المزيد من الشركات تطالبنا بأن نأتمنها على ذكرياتنا، على بياناتنا، على هوياتنا. ونحن بحاجة إلى معرفة أنه عندما نضغط الزر ونلتزم، هناك شخص يراقب ما يحدث وراء الكواليس، أننا نملك فعلاً الخيار تقسيم الفوائد على الجميع. لأن الاقتصاد الرقمي القائم على الثقة يعني المزيد من إمكانية الوصول، المزيد من المشاركة، المزيد من الابتكار.